عقد من محافظة المنيا مؤتمر رؤية النيابة الإدارية لاستقلال السلطة القضائية في ضوء دستور الثورة، وذلك بحضور دكتور محمد سعد الكتتني رئيس مجلس الشعب. النيابة الإدارية كان ليها دور فعال في محاربة الفساد، ولكن في ظل أو في إطار السياسة التي كان بيتبعها النظام السابق في القضاء على معظم الأجهزة المناط بها محاربة الفساد، وكان على رأس هذه الأجهزة هيئة النيابة الإدارية، سلب منها كثير من الاختصاصات حتى تكون عاجزة عن ملاحقة الفاسدين والأيادي الفاسدة في الوزارات والأجهزة المختلفة. هي النيابة الإدارية فعلا ليها دور قوي، بس الفترة اللي فاتت تقلص دورها بشكل كبير، لكن احنا ان شاء الله في المتابعة باللجنة التأسيسية للدستور هنعرض قانوننا وهنعرض وهترجع النيابة الإدارية بقوتها تاني تكافح الفساد. النيابة العامة النهاردة لا تحقق إلا في الجرائم التي تحال إليها من جهاز الشرطة. جهاز الرقابة كان يمثل جهاز الشرطة بالنسبة للنيابة الإدارية. لما نسلخ الرقابة الإدارية عن النيابة أصبحت النيابة الإدارية بلا جهاز للضبط والبحث، فأصبحت الجرائم أو القضايا التي تحال إليها جرائم قليلة وقليلة الأهمية، يتوقف الأمر فيها على السلطة المختصة هل تحيل أم لا تحيل، وإذا أحالت في نهاية الأمر هي صاحبة القرار تصدر أم لا تصدر القرار. نطرح رؤية، ما هو دور السلطة القضائية وكيف تفعل هيئة النيابة الإدارية وكيف تبسط سلطانها الذي سحب منها بفعل فاعل بقوانين وضعية سابقة، قوانين الخصخصة وغيرها. القوانين دي وضعت بفعل فاعل حتى تخرج جهات معينة عن عباءة النيابة الإدارية التي وضعت أساسا لمكافحة الفساد واستشرى الفساد، حتى قامت ثورة 25 يناير لمكافحة الفساد والثأر لكرامة أهينت لهذا الشعب. وبالتالي ما هو دوري كعضو هيئة قضائية في مكافحة هذا الفساد؟